أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبوكة. معلش يا جماعة النهاردة استحملوني، النهاردة ست والدتي ست كبيرة يعني عادت 70 وشوية، قصدتني ان انا اصلح لها الممساحة دي، فطبعا العصاية اتكسرت جوه وباشت واتقطمت، فطبعا قلت ايه نعملها ونخلي الناس اللي ما يعرفوش طريقة تصليحها بدل ما نرميها. طبعا هي جابت لي عصاية تانية جديدة او موجودة في مقاشة تانية، بس ممكن نستخدم القديمة عن طريق ان احنا القديمة اللي هي باشت واتقطمت القلاوز بتاعها اللي جوه زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، اهي دي بتبقى في قلاوز هنا وبيركب في قلاوز من الداخل. طبعا هنا مفيش قلاوز، احنا ممكن نركبها كده لو احترنا ونديها مسامير من هنا زي ما هنشوف مع بعض، بس انا عايز اركب لها القلاوز. طبعا لازم اطلع، عشان اركب القلاوز لازم اطلع الجزء ده اللي هو جوه. طبعا ممكن بسكينة زي كده لو ما عندناش اي حاجه. طبعا انا هوريكم طريقه تانية اللي انا بستسهلها كده او بمفك، ونحاول ناكل الخشب ده ونقوره ونفضيه ونركب اليد. بس انا طبعا عندي حاجه بديله اهي، عندي شنيور، عندي زي ما احنا شايفين بنطه لحام اللي هو المعلقه ديك، ده بنطه معلقه خشابي هتشيله بإذن الله، وأنا جايبها أقل من الفتحة، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. بسم الله أهو. بصوا يا جماعة بدأت تفضى أهي أهي أهي، اما دوسكم تكمل فيها وارجع لكم تاني. خلاص يا جماعه، بس انا غيرت البنطه ببنطه اصغر عشان ما بوظش القلاوز، لانه هيوصل للقلاوز ويتاكل. فطبعا غيرتها ببنطه 10 ولا كام دي 12 اصغر شويه، والحمد لله هو كده يا جماعه فضيت كده، وننضفها ونجيب العصايه ونشوف بقى هتركب ولا هتحتاج ايه. اهو كده يا جماعه اهو بقت عامله زي الحديد كده يا جماعه. معانا برضو يا جماعه زي ما احنا شايفين كده مكنسه او مقشه، طبعا اتكسرت اصلا والقلاوز بتاعها مش موجود خالص. طب دي ندخلها كده هتركب ازاي يا جماعه؟ اولا دي الفتحه ضيقه، اول حاجه هنعملها يا جماعه هنجيب سكينه زي ما احنا شايفين كده اهو كده، ونحاول نقلل التخانه ديك او باي اسلوب تاني. يعني ممكن لو عندنا فاره من بتاعه الخشب ممكن نعملها، عندنا صنفره وعندنا شويه صبر، صنفره خشنه شويه ممكن يا جماعه ناكل فيها ونبري فيها كده لحد ما نرفعها. انا ليا اسلوب تاني، لان انا متوفره عندي زي ما احنا شايفين كده الصاروخ دوك، وفي هنا اهو الاسطوانه دي ان شاء الله هتاكلها اسرع. فانا هعمل بايه كده اهو، وهاكلها وارجع لكم تاني. خلاص يا جماعه كده عملناها اهو، بعد كده نديها شويه زيت، وده بغرض ايه؟ ان الحته دي ما تتشبعش ما يدخلهاش ميه، علشان الزيت هيمنع امتصاص الخشب للميه فهتعيش فتره اكتر. اهو كده يا جماعه نشبعها شويه زيت كده اهو اهو، علشان دي الحته دي معرضه للميه وخصوصا في المساحات. بعد كده يا جماعه هنعمل كده اهو، ندخل بقى دي في دي العصاية فيها اهو يا جماعة اهو، وندق عليها من الاخر
وهقول لكم هنعمل فيها ايه تاني. بعد كده يا جماعه هجيب مسمار الوز زي ده كده اهو، واروح احاول ايه هنا كده اروح لفه كده بمفك صليبه اهو كده يا جماعه اهو زي ما احنا شايفين كده. هيمسك المقشه زي الحديد اهو يا جماعه. طبعا انت حر عايز تعمل مسمار او تعمل بمسمارين واحد عكسه برضو اهو كده اهو. وكده كسبنا مقشه قلنا هنرميها برضو اهو يا جماعه، وبقت 100 100. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.